تحياتي واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم الحقيقه. ان شاء الله يا رب تكونوا بالف خير وصحه وسعاده. الحقيقه احنا امبارح عشنا كده ليله من الف ليله وليله زي ما بنقول كده. حدث تاريخي، حدث عظيم. اقل كلمه ممكن يعني نستخدمها كده في اللغه العربيه ان كلمه انبهار اللي احنا شفناه امبارح. الحقيقه الاحداث دي ما بتتكررش كتير، بل بالعكس، يعني في أجيال كبيرة ربنا يديهم الصحة رب كانوا بيتفرجوا معانا على الحدث ده، كانوا بيقولك احنا عمرنا ما كنا نتخيل ان احنا ممكن نعيش لحظة زي دي ونكون فخورين ببلدنا بالشكل ده. حاجة كده ما فيهاش غلطة، يعني تحاول كده ان انت تتفرج بعين المتربص وما أكثرهم تلاقي ان انت مش عارف تمسك غلطة. يعني الموسيقى ولا أروع، الأزياء ولا أجمل، الموكب نفسه مفيش أعظم من كده. طيب روح الناس المشاركة مفيش أكتر من كلمة إيجابية اللي ممكن نقدر إن احنا نعبر بيها ونتكلم عنها. طيب إحساسك أنت كمتفرج مصري في البيت، أنت مفيش حاجة بتعبر عن اللي جواك غير دموعك وغير ابتسامتك اللي مش قادر ان انت تتحكم فيها، وعيون عيونك اللي كلها نظرات فخر وهيبة لتاريخك العظيم اللي انت طول عمرك بنتعلمه في المدارس. كل الأجيال بتتعلم المصريين القدماء عملوا وعملوا وعملوا وعملوا، لكن صعب قوي ان احنا كنا نعيش الأجواء دي، جو التاريخ، ان انت تدخل في جو تاريخي كده عظيم للمصريين القدماء وتعيش كل تفاصيله زي امبارح. مصر الحاضر قدرت انها تعيشنا في اجمل لحظات الماضي زي ما عشنا كده في امبارح. لحظات والله مهما قلنا ومهما اتكلمنا، ولو قعدت اتكلم للصبح على الاحاسيس اللي احنا شفناها امبارح وعلى ان قد ايه احنا فخورين ان ابطال العمل وابطال الايقونه الجميله اللي مش هتلاقيها في العالم كله كلهم مصريين، ولاد بلدنا، ستات ورجالة. دي نقطة تانية برضو نفضل نحكي عنها لحد كده أيام كتيرة قدام، لكن أنا حاولت يعني أعبر مع حضراتكم كده زي ما اتعودت. إن امبارح أنا كنت قاعدة وزي ما بنشوف كده لحظات كده بنتجمع فيها كلنا عشان مصر. اللحظات دي على قد ما هي بتكون لحظات عزيزة وما بتتكررش كتير، إلى أنها بتكون لحظات عظيمة وصادقة جدا. أن كل الناس لو حتى على السوشيال ميديا كلنا متفقين، مفيش حد نشز، مفيش حد قال حاجة مش متفق عليها، كلنا متفقين أن فعلا في كان عظم امبارح بتحصل في ميدان التحرير وصولا إلى الفسطاط. حقيقي يعني تحيا مصر والحمد لله على نعمة الوطن، الحمد لله على نعمة الاستقرار، الحمد لله على نعمة الإخلاص اللي موجودة في الشعب وموجودة في القيادة السياسية. دي نعمة كبيرة قوي 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 حقيقة، ربنا يديمها علينا يا رب ويديم علينا انتعاش الروح بحب الوطن. ده في حد ذاته يعني ما بيتوصفش ولا ممكن يتعبر بالكلام، لكن أنا حاولت إن أنا أعبر بطريقتي الخاصة جدا اللي خاصة بمواطنة مصرية زي ما قلت لحضراتكم، ممكن تكون أختكم وبنتكم قريبتكم أيا كان الدور الاجتماعي اللي ممكن تحطوني فيه. بس حقيقي يعني ده كلام أنا عشته امبارح كمواطنة مصرية ولي الفخر. نبدأ أخبارنا بسم الله. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة أودري أزولاي مدير عام منظمة اليونسكو، وذلك بحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بزيارة مدير عام اليونسكو إلى مصر، وذلك في إطار حضورها احتفالية موكب المومياوات الملكية، ومشيدا بالدعم المستمر الذي تقدمه منظمة اليونسكو دوليا وإقليميا لقطاعات التعليم والثقافة والعلوم، فضلا عن جهودها في تعزيز وحماية الآثار والتراث في مصر
حول العالم. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده برضه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهوريه للمشروعات القوميه والاستراتيجيه، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقه المتجدده، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروه المعدنيه، والدكتور محمد معيط وزير الماليه، ونيفين جامع وزيره التجاره والصناعه، وده بحضور اللواء محمد امين نصر مستشار رئيس الجمهوريه للشؤون الماليه. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه ان الاجتماع تناول متابعه الخطوات التنفيذيه المتخذه من قبل الحكومه لتطوير قطاعي صناعه الاسمنت والحديد والصلب. كمان وجه الرئيس بالاستمرار في جهود تحقيق توطين الصناعه. عايزين نعرف تفاصيل اكتر، هنشوفها في التقرير اللي جاي ونرجع تاني لحضراتكم. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة أودري أوزولي مدير عام منظمة اليونسكو بحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والدكتورة إيناس عبد الديم وزيرة الثقافة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بزيارة مدير عام اليونسكو إلى مصر، وذلك في إطار حضورها احتفالية موكب المومياوات الملكية، مشيدا سيادته بالدعم المستمر الذي تقدمه منظمة اليونسكو دوليا وإقليميا لقطاعات التعليم والثقافة والعلوم، فضلا عن جهودها في تعزيز وحماية الآثار والتراث في مصر وحول العالم. كما أكد السيد الرئيس الأهمية التي توليها الدولة تجاه تعزيز علاقات التعاون مع منظمة اليونسكو امتدادا للشراكة الممتدة بين الجانبين لعقود، وللتعرف على الجهود المصرية الواسعة التي بذلت على مدار السنوات الماضية لإحداث نقلة نوعية كبيرة في إبراز والحفاظ على التراث والحضارة المصرية الغنية، وذلك من خلال عدة محاور شملت تطوير المتاحف وإنشاء سلسلة جديدة منها في أنحاء الجمهورية لعرض أكبر قدر ممكن من الآثار المصرية، وكذلك استعادت كفاءة المقاصد والمواقع الأثرية بالإضافة إلى تطوير الشق التشريعي الحاكم والمنظم لقطاع الآثار في مصر، وذلك من أجل حماية الآثار المصرية وتقديمها للمصريين وشعوب العالم والإنسانية بأكملها في أبهى صورة تليق بعظمة الحضارة المصرية. كما أكد السيد الرئيس أن خطوات الدولة التنفيذية في هذا السياق انتهجت مساراً متزناً ما بين جهود التنمية والتطوير والحفاظ على قيمة وسلامة المواقع الأثرية الفريدة، بما فيها تطوير كافة المناطق التاريخية في القاهرة لتصبح عاصمة مصر بمثابة متحف مفتوح يعكس عراقة الحضارات المصرية القديمة والمعاصرة. من جانبها أعربت السيدة أوزولي عن تشرفها بلقاء السيد الرئيس، مؤكدة تقديرها للعرض العالمي لموكب المومياوات الملكية والذي مثل رسالة للعالم أجمع قدمت التراث الأثري المصري على مدار العصور المختلفة. كما جسد الحدث الجهد والدعم الكبير الذي تقدمه الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس للحفاظ على تراث مصر الثقافي والأثري وتقديمه للبشرية باعتباره جزءا أصيلا من التراث العالمي ومنارة حضارية للعالم أجمع. كما أعربت مدير عام اليونسكو عن تطلع المنظمة لاستمرار وتطوير تعاونها مع مصر امتدادا لتاريخ التعاون الوثيق بين الجانبين، خاصة في مجال إنقاذ الآثار المصرية بمنطقة النوبة منتصف القرن الماضي، والذي مثل نموذجا للتعاون يعتز به اليونسكو كتجربة فريدة في تاريخ عمل ونشاط المنظمة. أضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض آفاق التعاون الحالية والمستقبلية بين الجانبين، خاصة في مجالي التعليم والعلوم، إلى جانب سبل تعزيز دور مكتب اليونسكو في القاهرة، فضلا عن دعم الجهود المصرية الحالية لتحقيق الاستغلال الأمثل لتراثها الثقافي والتاريخي، خاصة من خلال المشروعات العملاقة التي تتم وفق أرقى المعايير الإنشائية والهندسية، لا سيما تطوير القاهرة التاريخية وكذا إنشاء المتاحف المختلفة على رأسها المتحف المصري الكبير. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور محمد معيط وزير المالية والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وذلك بحضور اللواء محمد أمين نصر
مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية. الاجتماع تناول متابعة الخطوات التنفيذية المتخذة من قبل الحكومة لتطوير قطاعي صناعة الأسمنت والحديد والصلب. وقد وجه السيد الرئيس بالاستمرار في جهود تحقيق توطين الصناعة وكذلك توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة وفي مقدمتها صناعة الأسمنت والحديد والصلب، وذلك لدورهما الهام في النهوض بالاقتصاد القومي باعتبارهما من المكونات الأساسية التي تدخل في عملية التنمية غير المسبوقة التي تتم في جميع القطاعات وعلى كامل رقعة الجمهورية، خاصة ما يتعلق بالمجتمعات العمرانية والسكانية والمدن الجديدة وما يتصل بها من بنية أساسية وطرق ومحاور. أوضح المتحدث الرسمي أنه تم عرض أبرز التحديات التي تواجه قطاعي الأسمنت والحديد والصلب في مصر، لا سيما ما يتعلق بالطاقة الإنتاجية وهيكل تكاليف الإنتاج والتسويق، فضلاً عن عدد من المحاور التنفيذية وآليات التحرك المطروحة للتغلب على تلك التحديات، وذلك من خلال اعتماد سياسة صناعية متكاملة الأبعاد تضمن تعميق التصنيع المحلي وتعزيز القدرة التنافسية والتغلب على المعوقات اللوجستية ذات الصلة وتوفير البنية الأساسية اللازمة. من ضمن الأخبار برضو اللي تابعناها النهاردة، انعقد بمجلة روزر يوسف النهاردة اجتماع ضم عدد من رؤساء تحرير ومجالس إدارات صحف مصر القومية والخاصة وعدد من مقدمي البرامج والكتاب، وده تلبية لدعوة الكاتب الصحفي أحمد الطهري رئيس تحرير مجلة روزر يوسف. بداية وجه الحضور التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي على نجاح الحدث التاريخي موكب نقل المومياوات الملكية واللي أبهر العالم وجعله الحمد لله يشهد على يعني فرعونية مصر وحضارتها على اللسان طبعا يعني الحضور، وإن شعب مصر العظيم إنما يشكل امتدادا لأعظم الحضارات الإنسانية وأن القومية المصرية الفريدة ما زالت تشكل الهوية الأعظم في هذا الوجدان، وجدان هذا الشعب. الاجتماع تناول بحث المحاولات المتكررة من قبل وزير الدولة للإعلام لإشعال الفتنة الإعلامية وضرب مصداقية الإعلام المصري وتشويهه وجره إلى اشتباكات جانبية تضر بالصالح العام ولا تدرك أبعاد الظرف الوطني الراهن واللي بيستدعي تكاتف الجميع والاصطفاف خلف القيادة السياسية لإنجاز المشروع الوطني المصري وتحقيق أهدافه. كانت هذه المحاولات قد بدأت منذ الصيف الماضي عندما سعى وزير الدولة للإعلام إلى تطويع الصلاحيات الدستورية للمجالس والهيئات الإعلامية لإثارة عدد من المشاكل مع قيادة المجلس الأعلى للإعلام السابقة ممثلة في الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق وأحد أهم قامات الصحافة والفكر في مصر والعالم العربي، ثم افتعال أزمة مع نقابة الإعلاميين بتدخله في مجالات عمل النقابة بما يتجاوز محددات منصبه، وبعدها طعن مصداقية الإعلام المصري بكافة مكوناته المقروء المسموع المرئي بما يتجاهل السياق السياسي المحدد لطبيعة العمل الإعلامي والمسؤوليات الملقاة على عاتقه والتي كانت تستدعي منه أن يكون في طليعة المدافعين عنه ولا يقف في موقع الخصومة منه. قرر المجتمعون ما يلي: أولا، يؤكد المجتمعون أن الإعلام المصري سيظل كتلة صلبة متوحدة تدافع عن المجتمع المصري وتنوعه وقضاياه وأولوياته وتحفظ القيم والثوابت الوطنية له، وأن الإعلام المصري يقف في طليعة الصفوف متسلحا بالوعي والإرادة والمعرفة في معركة البناء والبقاء، مقدما كل الجهد ودعم بإخلاص وتفاني لمصر وشعبها وقيادتها السياسية الوطنية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسنا الذي نتباهى به بشكل كبير في العالم. ثانيا، توجيه الشكر لمجلس النواب المصري على قيامه بدوره في مواجهة ومحاسبة وزير الدولة للإعلام وإعلان الموقف النيابي
بطلب استجوابه، وثالثا يناشد المجتمعون سلطات الدولة المختصة بإقالة وزير الدولة للإعلام وإيقاف هذا المسار غير المعهود بين أحد أعضاء الحكومة المصرية وأعلام الدولة المصرية. رابعا، نشر أخبار وزارة الدولة للإعلام ووزير الدولة للإعلام بالصفة الوزارية للحكومة دون ذكر اسم الوزير، لأن الخلاف ليس مع كيان حكومي نحترمه، ولكن مع تصرفات غير مقبولة من قبل من ائتمن على هذه الحقيبة الوزارية. ده يمكن اللي جه النهاردة في الاجتماع اللي خاص برؤساء التحرير ومجالس إدارات الصحف المصرية وعدد من مقدمي البرامج والكتاب في جريدة روز اليوسف العريقة. كل سنة وحضراتكم طيبين. خلاص احنا بنتكلم في 9 أيام ونستقبل الشهر المبارك شهر رمضان، يعني ربنا يا رب يحفظنا جميعا من الوباء ونستقبله كده بصحة وعافية، وإن شاء الله يكون من أفضل الشهور لينا احنا في السعادة والاستقرار، ونتمتع به كده سواء كان في العبادة طبعا في المقام الأول، أو كمان في مع أحبابنا كلهم، وما ينقصش حد يا رب من عيلته ومن أحبابه. افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء من شوية معرض أهلا رمضان، واللي هيستمر حتى 12 إبريل الجاري. أشاد رئيس الوزراء بالجهود المبذولة لاستمرار إقامة هذا المعرض سنويا، واللي بيضم كل السلع الأساسية اللي بتحتاجها الأسر المصرية بأسعار ملائمة، وده بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من خلال قيام عدد كبير من الشركات بعرض منتجاتها إلى جانب حوالي 20 سلسلة تجارية كبرى. طب احنا معانا دلوقتي زميلتنا جاكلين ماهر من مقر معرض أهلا رمضان بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر. يا جاكلين تحياتي ليكي، وإيه الجديد عندك؟ اتفضلي. كل التحية لك آية وللسادة المشاهدين، وكل عام وحضراتكم مشاهدينا الكرام بألف خير بمناسبة قرب حلول الشهر الكريم. وبهذا الشهر الكريم مجهودات كبيرة من الدولة المصرية لتوفير السلع، كافة السلع والمنتجات الأساسية والاستهلاكية للمواطن بأسعار مخفضة بتبدأ من 18% إلى 28% من خلال هذه المعارض التي تقام في مختلف عواصم الجمهورية. نتحدث عن هذا المقر الرئيسي الذي افتتحه منذ قليل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصلحي وزير التموين، وطبعا بحضور محافظ القاهرة وأيضا عدد من الوزراء. هذا المعرض هو يعني من أهم المعارض التي تقام في مصر نظرا لعدد المشاركين الذين يشاركون في هذا المعرض بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر وبأرض المعارض تحديدا حوالي 161 مشارك من شركات كبرى للصناعات الغذائية. هناك استراتيجية آية للدولة المصرية لوصول هذه المنتجات لمختلف العواصم ومختلف النجوع والقرى للمصريين، ونتحدث بالأرقام عن حوالي 20 سلسلة تجارية لمعارض أهلا رمضان، وأيضا حوالي 1300 منفذ للجمعيات الاستهلاكية، وحوالي يعني أيضا 161 شاد من الشوادر لهذه المنتجات وهذه السلع الاستهلاكية بأسعار كما ذكرنا مخفضة تناسب كل الأسر المصرية. أيضا يعني صرح الدكتور علي المصلحي منذ قليل في بيان خاص له وكلمة خاصة له عن أن اليميش هناك عدد يعني كمية كبيرة في الأسواق اليميش رمضان لإنتاج مصري بأسعار متميزة وبإنتاج متميز جدا. إذن هي خطة استراتيجية قبل حلول الشهر الكريم، ويستمر هذه المعارض تستمر حتى 12 إبريل، وربما من الغد سيفتح هذا المعرض للمواطنين من 11 صباحا حتى 9 مساء كل يوم حتى 12 إبريل للمواطنين لكافة يعني الفئات العمرية من المجتمع المصري. أيضا هناك إجراءات احترازية ووقائية مشددة لمنع التزاحم وأيضا للوقاية
وقاية من انتشار فيروس كورونا من خلال الالتزام بارتداء الكمامات وأيضا التعقيم. وهناك متطوعون وأيضا جهات مسؤولة منظمة بتسعى طوال الوقت لحماية المواطنين. أيضا هناك يعني جهات من وزارة الصحة منتشرة هنا بهذا المعرض، حماية للمواطنين طبعا وللتوعية لعدم التزاحم وما إلى ذلك من انتشار فيروس كورونا. يعني ربما هذه هي أبرز يعني طيب الأصوات جاكلين الخاصة من هنا من مركز دي يمكن آخر التفاصيل الميدانية طبعا يعني والخبرية. شكرا جدا طبعا لكل هذه التفاصيل، ولكن تعالي بقى نسأل في الأسئلة اللي ممكن تهم أي مواطن مصري. قولي لي المنتجات اللي عندك كده بالعين كده وانتي بتلفي، يعني ايه ابرز المنتجات اللي موجوده مثلا؟ منتجات اللحوم، الدواجن، التموينيه، يعني قولي لي المنتجات ايه بالظبط واسعارها ايه؟ يعني آية من الإبرة للصاروخ نقدر نقول هي موجودة هنا داخل أهلا رمضان. لو بالصورة كده بالشكل العام بنتحدث عن يميش رمضان، بنتحدث عن الأرز، بنتحدث عن الزيوت، يعني بنتحدث عن أيضا كافة المكسرات كل والمجمدات، كل ما يتطلبه البيت المصري هنا يتواجد. ربما بعض الشركات هي بدأت للفتح، وربما نظرا لأن هذا اليوم هو فقط يوم للافتتاح ومن الغد يفتح للمواطنين، فيعني لا يوجد إلا القليل من المعروضات. جميع الشركات غير متواجدة دلوقتي يعني، ولكن منذ الصباح الباكر سنجد كل أشكال المنتجات متوفرة ومتواجدة هنا، نظرا أن يعني تصريح وزير التموين والتجارة الداخلية يعني صرح أن عدد وكمية الاستهلاكات في الشهر الكريم بتزداد بنسبة 50%. لذلك كانت هناك خطة كبيرة من الدولة المصرية تجاه هذه النقطة تحديدا عن زيادة السلع الاستهلاكية وتوفرها. كافة السلع الاستهلاكية ستتواجد هنا داخل معارض أهل رمضان، وليس فقط في العاصمة القاهرة ولكن أيضا في مختلف عواصم الجمهورية وأيضا القرى والنجوع. من الساعة كام لكام يا جاكلين يوميا لحد 12 إبريل؟ والمجمعات من 11 صباحا حتى 9 مساء آية، من 11 ل9 مساء، وطبعا مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية. طيب المواطن مش مطلوب منه غير ان هو يلبس كمامته ويروح المعرض ده، صح كده؟ الالتزام فقط بالإجراءات الاحترازية، وطبعا المتطوعون الذين سيرشدونهم إلى الوصول من خلال أسهم متواجدة هنا في أرض المعارض. يعني ربما الصورة لن تتسنى لنا لوضوح هذه الصورة، هناك أسهم لمساعدة المواطنين للالتزام بالتباعد الاجتماعي وأيضا ارتداء الكمامات والتعقيم من أمام أو بدءا من الدخول إلى أهلا رمضان، يعني للحفاظ فقط على حياتهم وعلى سلامتهم من طبعا من فيروس كورونا. جاكلين ماهر مراسلة اكسترا نيوز، شكرا ليك يا جاكلين على كل هذه التفاصيل، حدثتينا من مقر معرض اهل رمضان بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر. شكرا جزيلا يا جاكلين، وكل سنة وكلنا بألف خير وسعادة. أعلنت مؤسسة حياة كريمة بدء فعاليات مبادرة قطار الخير بحضور محافظ سوهاج ودعم من وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون ما بين المؤسسة وصندوق تحيا مصر ومؤسسة صناع الخير للتنمية لدعم 60 قرية بمحافظة سوهاج. أعلنت مؤسسة حياة كريمة أن المبادرة بتيجي ضمن حزمة إجراءات أطلقتها المؤسسة للتخفيف من تبعات حادث سوهاج الأخير، وبتستهدف توزيع 150 طن من المواد الغذائية و30 طن من الدواجن وتنظيم 10 قوافل طبية موسعة. طيب احنا هنروح فاصل قصير ونعود لحضراتكم من جديد، دائما ابقوا معنا. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. أعتقد الله يرحمه حافظ إبراهيم شاعر النيل وشاعر الشعب كما لقب في عصره، لو كان بيكتب الأبيات دي في القصيدة العظيمة دي ما كانش هيلاقي مشهد يعبر عن كلماته العبقرية دي زي مشهد امبارح.
القصيدة دي كل كلامها كان محوطنا امبارح، واحنا بنشوف كم الإبهار والعظمة اللي احنا عشناها في بلدنا في المشاهد المبهرة دي الرهيبة دي اللي نقدر نقول عليها مشاهد بديعة. حدث مهيب وضخم شهدته بلدنا امبارح بنقل 22 موميا ملكية من متحف المصري بالتحرير لمتحف الحضارة بالفسطاط، وفعلا وقف الخلق ينظرون لمصر. امبارح كان 400 قناة ووسيلة إعلامية عالمية بتنقل الحدث ده، غير ان حضراتكم لو تتابعوا الصحف قالت ايه ودول ليها ثقل زي ما بنقول كده برضو قالت ايه امبارح وايه اللي تم تقديمه من عرض وتنظيم واتقان في كل التفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة المتعلقة بموكب نقل المومياوات الملكية دي، حاجة تخليك كده تعيش في انتعاش وفخر كده لسنين قدام الحقيقة. والكلام ده يعني برضو مش عارفة يعني وانا بتكلم مع حضراتكم حاسة ان مش ده الكلام اللي برضو يليق بالمشهد، يعني الكلام ما بيسعش عظمة المشهد، يعني الواحد برضو عاجز ان هو وما يتكسفش ان هو يقول الكلام ده، عاجز ان هو يوصل لحضراتكم احساسه بالفخر واحساسه بانه قد ايه يعني بيفتخر ان هو مصري وعايش الكلام ده في بلده، مصر اللي بيدفع لها فلوس من ناس بره للاسف عارفه قيمه الاماكن اللي فيها اكتر من مصريين عايشين فيها، اكتر من مصريين عايشين فيها. ياما بنحزن لما نلاقي واحد اجنبي عارف محافظات في مصر وشوارع في مصر انت كمصري عمرك ما رحتها وعمرك ما شفتها، واحد بيحس بغيرة ان حد غريب يبقى عارف اماكن في بلده هو مش عارفها. لكن الاماكن اللي احنا الحيوية اللي احنا على طول بنبقى فيها وسط البلد، ميدان التحرير، الحتة بتاعت عين الصيرة، الكلام ده كله كنا بنحزن واحنا بنمشي فيها، كنا بنقول يعني امتى بقى، امتى بقى تيجي بقى الخطوة، وهي جت وعشناها وفرحنا بيها وفخورين بيها، وهي دي اللي مسببة حالة من ارتفاع المعنويات لينا احنا كلنا. يعني كده تحس ان احنا امبارح قبل الحفلة كنا في حال وبعد الحفلة في حال، يعني ربنا سبحانه وتعالى عوضنا وجبر خاطرنا بالحفل ده الحقيقة والموكب. والنهاردة كمان من الأخبار اللي معانا إن أجرى السيد الرئيس، ده خبر عاجل معانا، أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالا هاتفيا مع أخيه جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس اطمأن خلال الاتصال على استقرار الأوضاع في الأردن الشقيق ومجددا سيادته تضامن مصر التام حكومة وشعبا مع الأردن، ومعربا عن الدعم الكامل لكل القرارات الأخيرة التي اتخذها أخي الملك عبد الله الثاني من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المملكة. من جانبه أعرب العاهل الأردني عن خالص تقديره لمساندة ودعم السيد الرئيس، الأمر الذي يجسد عمق وقوة أواصر العلاقات التاريخية ما بين البلدين والشعبين الشقيقين. عشان نعرف أكتر عن ردود الأفعال العالمية بقى على الموكب المشرف لنقل المومياوات الملكية امبارح بينضم إلينا مراسلنا دلوقتي كريم يسري من واشنطن. كريم تحياتي ليك، وعايز أعرف منك بقى التفاصيل، يعني أنت أكيد يعني سألت بعض الأمريكان هناك وإيه ردود أفعالهم، وتابعت الصحف برضو في أمريكا قالت إيه، عايز اعرف بقى يعني كل صغيره وكبيره كده انت تابعتها من امبارح لحد دلوقتي وانت بتكلمني، اتفضل يا كريم.
أكيد يا هي الحقيقة في ثلاث جوانب لمتابعتي ل يعني ردود الفعل في الولايات المتحدة الأمريكية بعد حفل نقل موكب المومياوات من ميدان التحرير أو من متحف مصر بميدان التحرير لمتحف الحضارة المصرية في القصدار. الجانب الأول هو متعلق بالصحافة والقنوات الفضائية هنا يعني القنوات الأخبار في الولايات المتحدة الأمريكية. هنجد إن كبريات الصحف الأمريكية كتبت وعدت تقارير مفصلة عن الحفل وأشادت بالتفاصيل الصغيرة اللي يعني تم يعني فعلها في الحفلة وأثناء نقل المومياوات. واتكلم عن واشنطن بوست ونيويورك تايمز كان لهم تقارير مفصلة عن عملية نقل المومياوات. هنتكلم عن أيضا لو كلمنا عن تقرير قناة سي ان ان وكان على الموقع الخاص بها سي ان ان ترافل كان عد المراسل بتاعهم تقرير لمدة 4 دقائق عن هذا الحفل و تقرير تناول العروض الرائعة خروج مشهد خروج المومياوات من باب المتحف المصري ووصولها ل يعني متحف الحضارة في القصدار. والتقرير أيضا كان فيه يعني عدد من اللقاءات أبرزها بالتأكيد هو لقاء الدكتور زايا حواس يعني وزير الآثار الأسبق. ويعني التقرير ده بالذات هي مهم لأن التقرير ده تم عرضه على سي إن إن ترافل وده موقع يعني المجتمع الامريكي بيهتم بيه جدا لانه بيحدد بشكل كبير على هذا الموقع وجهته السياحيه الجايه، خصوصا ان احنا بنتكلم احنا فصل الصيف القادم هتكون فيه يعني سفر كتير للامريكان لان يعني بعد عمليات التلقيح الكبيره اللي بتقوم بها الاداره الامريكيه ومتوقع الانتهاء من عمليات التلقيح بشكل كامل بحلول الصيف القادم، اكيد ده هيبعت او هيحرض الامريكان بشكل كبير على سفرهم لخارج الولايات المتحده. وبالتاكيد الحدث ده كان مهم جدا لجذب انظار المجتمع الامريكي لمصر وللحضاره الفرعونيه اللي هم اصلا معجبين جدا بالحضاره الفرعونيه، حتى الاطفال هنا بيتابعوا قصص وبيتابعوا التاريخ الخاص بالملوك المصريين القدماء وعندهم اطلاع كبير الحقيقه على الحضاره الفرعونيه. ده بالنسبة للجانب المتعلق بالصحافة والجانب المتعلق بالإعلام. لو كلمنا جانب آخر المجتمع الأمريكي نفسه يعني أنا شاهدت على موقع تويتر تغريدات كتير جدا 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 للمواطنين لما كان يبدو إعجابهم بسيدات مصر اللي شاركوا في الحدث امبارح إن كان من مغنيات لعازفات لمقدمات ساعات المقدمات للحفل. الحقيقة كان شيء مبهر للغاية وايضا اعجابهم بالطريقه اللي خرجت بيها المومياوات من المتحف المصري ويعني مدى عظمه التجهيزات والانتاج الضخم اللي تم اعداده في ميدان التحرير امام المتحف المصري. ويعني عدد كبير جدا من التغريدات بتقول ان هم هيروحوا زياره لمصر الفتره الجايه وهيكون اهم ديستنيشن او اهم وجهه ليهم هتكون هي متحف الحضاره في البوسطات لان يعني كمان من اللي قروه من فكره استخدام التكنولوجيا احدث التكنولوجيا سيتم استخدامها في متحف الحضاره لعرض تاريخ الملوك والملكات لمصريين قدماء وعرض فن التحنيط من خلال استخدام التكنولوجيا في داخل المتحف. ده كمان شيء جاذب جدا للمجتمع الامريكي. الجانب الاخير اللي عايز اقوله برضه هو شعور المصريين المقيمين في الولايات المتحده الامريكيه وده اللي رصدته ان كان على مواقع التواصل الاجتماعي او ان كان من الاصدقاء والمعارف هنا في الولايات المتحده. يعني شعور بالفخر خاصه وهم بيقولوا يعني او بيكتبوا على مواقع التواصل الاجتماعي ان هم يعني في مكالماتهم وفي محادثاتهم مع اصدقائهم من الامريكان كان في شعور بالفخر ان يعني الحدث كان على مستوى التوقعات او مستوى اهميه الحدث وتنظيمه كان هايل ورائع للغايه. كل دي جوانب رصدتها من متابعتي لعمليه يعني ما بعد حفل نقل المومياوات والحفل الرائع اللي تم اقامته في متحف الحضاره بالبوسطات. ايضا عايز اشير يا ايه ان السفاره المصريه في واشنطن كان ليها دور حقيقه. السفاره المصريه في واشنطن قبل الحفل ارسلت رسائل الكترونيه، الرسائل دي كانت بتتضمن رابط للبث المباشر او المتابعه من خلال البث المباشر للحفل وارسلته لعدد من الصحفيين الامريكيين وعدد من اعضاء الكونجرس الامريكي لمتابعه هذا الحدث الهام. اكيد اعتقد كمان ده كان شيء رائع للغايه من قبل
السفارة المصرية. يعني الحقيقة أنا من متابعتي للأمور في الولايات المتحدة الأمريكية كان في شعور امبارح بالفخر الحقيقة من ردود الفعل في الولايات المتحدة الأمريكية على حفل نقل المومياوات والأداء الجميل لكل من شارك في تنظيم وتقديم هذا الحفل. أنا بشكرك يا كريم على كل هذه التفاصيل. كريم يسري مراسل إكسترا نيوز حدثتنا من واشنطن الحقيقة وأطلعتنا على كل التفاصيل اللي نفتخر بيها الحقيقة في الولايات المتحدة الأمريكية، سواء كانت في وسائل الإعلام المختلفة أو كذلك أيضا كمان المجتمع الأمريكي وكمان المصريين المغتربين والمقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية. طيب إزاي المصريين بقى شافوا موكب نقل المومياوات الملكية وعظم التاريخ أجدادهم والتنظيم البديع الحقيقة اللي أشاد بيه العالم كله؟ هنشوف كده قالوا إيه ونرجع تاني لحضراتكم. هو الصراحة كان حاجة مبهرة جدا، أول مرة أشوفها في حياتي، ما حصلش حاجة بالتنظيم دوت في أي حاجة على مستوى العالم في أي دولة. حاجة يعني بتدعم الفخر إن الواحد يكون مصري، إن حاجة زي كده أجدادنا الملوك وفرعنا يطلعوا بموكب مهيب زي دوت، حاجة تخطط لها بتنظيم عالي جدا، حاجة كان فيها كمية من الفخر، كمية من الإبهار العالم كله. طبعا بالنسبة لإحساس، إحساسي ما توصفش طبعا، لأن ده حدث تاريخي وعالمي مش هيتكرر إلا تاني، خلاص هو مش هيتكرر تاني، وهيجلب لنا كتير من الخير وهيجلب لنا كتير من السياحة وكده داخل مصر. كان حلو جدا كشكل وكمضمون، بس انا لسه ما خدتش فكره وما اعرفش يعني ايه الحدث اللي حصل. هو كنقل وكموضوع وكاخبار واعلام كان شكله رائع، والتحرير كانت جميله. انا عمري ما شفت الحته كده بصراحه، يعني انا عمري ما نزلت التحرير، بس كان شفتها في التلفزيون كانت حلوه جدا. فخوره جدا 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 جدا، وحاسه ان احنا بجد اتقدمنا 100 سنه مش 30 سنه، ومصر دايما بجد ان شاء الله عمر يا مصر وخير يا مصر، وربنا يبارك في السيسي وفي مصر. حاجه تحفه وتشرف، ما كنتش اتوقع انه بالجمال ده جدا، حاجة تفوق الخيال وفوق الوصف بصراحة. ما كنتش متوقع ان الموكب هيبقى بالجمال ده. والله انا جاي من المنصورة مخصوص عشان كنت اشوف الموكب امبارح، وهو بصراحة يعني حاجة كويسة جدا جدا. الموكب يعني المومياوات 22 موميا اللي اتنقلوا، ده التاريخ بتاعنا ودي الحضارة بتاعتنا والحضارة المصرية، واحنا يعني دي البلد الاصل، هي البداية وهي النهاية هتبقى هنا في مصر. ف يعني ده تاريخنا اللي المفروض كلنا نعتز ونتشرف بيه. طبعا الموضوع امبارح كان فعلا فعلا حاجة فخر للكل، وكلنا بصراحة الواحد بقاله فترة كبيرة ما اتفرجش على التلفزيون وهو حاسس بالسعادة ديت اللي كانت امبارح. بس لكن بصراحة الواحد كتنظيم ككل الشغل اللي حصل امبارح كان بسم الله ما شاء الله حاجة ما فيش غلطة. يعني موكب عظيم وحاجة مشرفة لمصر وحاجة العالم كله بيتكلم عليها، ولأن احنا يعني وبيبين مدى اهتمامنا بالحضارة بتاعتنا والآثار والحفاظ عليها. افتخروا ان انتوا مصريين، سواء كان بتاريخكم أو بحضركم أو بإن شاء الله مستقبلكم القريب. تقبلوا تحيات فريق العمل وتحياتي. أي عبد الرحمن، أشوفكم على خير.